أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية الرياضة، البرنامج الذي يلخص حكاية الرياضة بشكل عام وحكاية كرة القدم بشكل خاص. حلقتنا اليوم عن أكثر القصص مضحكة بفقدان الذاكرة في الملاعب وفي المضامير اللي منستند فيها لتقرير نشرة وكالة الأنباء الإسبانية، وحبينا نشارك معكم ملخصه. السائق فرناندو ألونسو في عام 2015 فقد ذاكرته في إحدى السباقات، كان يمثل فريق ماكلارين هوندا، لكن لأنه كان يمثل بالسابق فيراري استيقظ يتكلم الإيطالية ولم يجد من يفهمه بتلك اللحظة، حتى ذكروا أنه لم يعد يلعب مع فيراري. ومن الاستحالة أن تجد أكثر إضحاكا مما حصل مع كريمر في نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين، حيث تصادم مع إزكيل كاراي مدافع منتخب التانجو، وبعد ذلك اللاعب فقد ذاكرته بشكل مضحك للغاية، ذهب إلى فيليب لام وقال له أعطيني إشارة القيادة، وبعد ذلك راح للحكم وقال له بحرف الواحد هيا نتبادل القمصان. الإشي المجنون أكثر كان منه لما راح على توماس مولر وقال له مبروك يا مولر، أنت الفائز بكأس العالم 1974، وكان يقصد بالتأكيد الهداف الكبير جيرد مولر. وفي موسم 2012-2013 أثناء مواجهة ريال مدريد مع فالنسيا، فقد المدافع بيبي ذاكرته واستيقظ وسلم على جميع اللاعبين بين الشوطين وقال لهم أنا اسمي بابلو، ما الذي أفعله هنا بينكم؟ طبعا مورينيو بسرعة سرع الموضوع وأخرج وأدخل راؤول ألبيول، لأنه بالتأكيد مش حابب بابلو اللي يمثله بقلب الدفاع، على الأقل ألبيول عارف مين هو بعكس بيبي. هاي مجموعة من القصص المضحكة حبينا نشاركها معكم، وانتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله قريبا من حكاية الرياضة.